وان شاء الله تبقى تمام باذن الله، وان شاء الله مش اي حاجه فيها قلق ولا حاجه، لا ان شاء الله ربنا معاهم ان شاء الله كلهم، وان شاء الله شايفه كل حاجه مبشره، مفيش حاجه تخوف ولا تقلق ان شاء الله. بذاكر كتير وبصلي وبحاول اقلل التوتر شويه، بس الحمد لله يعني. مفيش أسئلة محورة، مفيش أسئلة ليها كذا اختيار الطفل يبقى مشتت ما بين ده أو ده، لا هو يعني وان تشوز وخلاص على كده يعني. هو إن شاء الله خير، وأنا نفسي في كلية حقوق، والواحد عايز يطمن النهاردة وبالذات في العربي عشان نبقى مستعدين للامتحانات اللي بعديها ونبقى فرحانين وكده، فإن شاء الله خير. متوترة طبعاً وخايفة، بس يعني كرم ربنا سايبها موكلة على ربنا، وكمان يعني هخش الامتحان اسمي الله وهقرا وهحاول انسى كل التوتر وكل حاجه. يعني يا رب يجي سهل كل الامتحانات، عشان لو فعلا لو احنا عدينا السنه دي هنخش حاجه حلوه. والله احنا متفائلين، لان قالوا النظام دوت هيبقى احسن من النظام اللي فات، ومتفائلين والله خير ان شاء الله بالوزير الجديد، وربنا يوفقهم ويسهلهم الصعب ان شاء الله. احنا تقريبا يعني طالع لنا في المذاكره جدا، والمنهج ثقيل جدا علينا، او ان احنا ناخد كل ده في يعني في سنه واحده مع بعض، يعني نمتحن في حاجه واحده، صعب جدا علينا. هدف دماغي ان شاء الله كليه علوم، ده حلم من وانا في اعدادي تقريبا. يعني ذاكرت وان شاء الله يعني حاطه امل في ربنا كبير، اللي هو هيديني على قد تعبي وهيكبر بخاطري، إن شاء الله خير يعني.